رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته دلت عليها أحاديث من جميل هذه الأحاديث ما رواه ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت لما آنست من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت له يا رسول الله ادعو الله لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت قال فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي لأن هذا الذي أضحكها ضحكت من السرور بتلك الدعوة فقال صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي قالت وما لي لا يسرني دعاؤك فقال صلى الله عليه وسلم والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة صلى الله عليه وسلم من رأفته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة ما رواه أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير عندما يكون في سير خارجين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف يزجيه يسوقه ليلحقه بالركب الذين سبقوه فيزجي الضعيف ويردف هذا الماشي الذي يتعب بالمشي يردفه صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم من ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاة الفجر فقرأ بأقصر سورتين في القرآن وسورة الفجر صلاة السنة فيها أن تطال القراءة فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصر سورتين في القرآن فقالوا يا رسول الله لما جوزت ما هذا التخفيف فقال صلى الله عليه وسلم سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه صلى الله عليه وسلم أشهد القلب أشهد الكبدة عند النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فأتى الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من منبره فحملهما وأنزلهما بين يديه وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما صلى الله عليه وسلم روى البيهقي في شعب الإيمان عن بشر بن عقربة رضي الله عنه قال استشهد أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال لا تبكي أو قال اسكت ألا ترضى أن أكون أنا أباك وعائشة أمك؟